السلام عليكم. 40 مليون مغربي الا سولتهم على الطوبيسات توقع منهم جواب واحد. الدقريه 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 فخس بو بو. ولكن انا اليوم غادي نحاول نكون ايجابي وغادي نقول لكم بان الطوبيسات في المغرب راهم مزيانين بالمقارنه مع بعض الدول بحال البنين. لا حنا الساعة وانت كتسين الطوبيس وفاش كيجي ما كيوقفش موت انت وفي الاخر كيقولوا لك احقا ما حقا بنادم كيسلت او بنادم كامل كيسلت. انا بدات ديما كنخلص وما كيوقفش ليا الطوبيس ديما كنخلص. اصلا سليت ماشي اللي جاي يمكن ليه يسلت، راه خصك تكون خايبه تعرف تسلك راسك مع الكونترول الى طلع. خويا ورقه كاينه هذا ورقه الطوبيس. لا ورقه الطوبيس ما عنديش. هو الى جينا الصراحه راه واجب علينا نخلصوا الطوبيس كيف ما واجب على الناس المسؤولين يديروا لنا طوبيسات في المستوى. واش حنا الطوبيسات الا طلعتينا من بعقلك كتهبط مبوق داركم كيوليو يشكو فيك. يا فلان ما نقولش ولي جيت تبوق وانت عاد لا نشكو بلي هذا الشغل ملي تبوق يا سيدي. اجي اي بوي راه ما يجيك بويقه بوي حط الطوبيس خاوي. انا اللي كيوحلف قرجوتي هما دوك الناس اللي كيمشيو يجمعوا مع الشيفو وكيبغيو يديروا فيها محللين اجتماعيين. هما نساو بلا راه داك الشيفور راه كيسوق بكثر من 50 واحد موراه. يا واحد السلام عليكم. يا انت كي داير اسي شيفور تحلحا دار لاباس انت راه كيجيك زايد ولا لا؟ اش ديري تبقاي ستر وانت حنا عندنا المجتمع واد ويتم واحد غادي يسايق ويدوي في التليفون كي داير هذا ما يديرش كسيدا وحنا ما نعرفوش نقراو. اما واحد البلاصه باش تشدها في الطوبيس القليله اكسبيريونس ديال 3 سنين في الدومين ويا ربي تشد بلاصتك. ولكن انا مؤخرا كملت 3 سنين ديالي في الطوبيس وقدرت نشد بلاصتي. شكرا. واخا هادشي كامل كاينه حاجه وحده اللي كتعجبني في الطوبيس هي انه يمكن ليك تحيد للشيفور كل نهار بسميه. بلاصه الله راه حسن راه بلاصه عصام شي بلاصه هنا عزيز بلاصه الله راه سعيد شي بلاصه هنا احمد. وقبل ما نساليو عندي واحد ديديكاس لكاع الشوفريه ديال الطوبيسات. المحطات ديال الطوبيس داروا باش نوقفوا فيهم. يا دين الطوبيس ها الحلاوه دي ها ها ها. اورا بزاف هادشي وفي الاخر يقولوا لكم غربه ديما روطا حنا كل نهار نجري وكل نهار وبالرجوله بقاو توقفوا او بنادم راه تيكون قاري خدام بسهل دوال. I'm dreaming, singing, hoping, smiling, giving, flying, falling, fighting, crying, living, writing when you love me. Partagez la vidéo. Afak. Afak.